نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن إصدار قرار بإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية. وأوضح المركز أنه لا صحة لإلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددا على استمرار إتاحة صرف فارق نقاط الخبز على البطاقات التموينية في شكل سلع غذائية واستهلاكية ضمن منظومة الخبز بشكل طبيعي دون إلغاء. ويتم احتساب عدد الأرغفة التي تم توفيرها كنقاط مجمعة واستبدالها من المنافذ التموينية المختلفة طوال أيام الشهر دون التقيد بعيني من بعينها، مناشدا المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استيفاء المعلومات من مصادرها الموثوقة. التقى رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ مع كريستوفر هوي وزير الخدمات المالية والخزانة بهونغ كونغ والوفد المرافق له خلال زيارته إلى القاهرة. بحث الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البورصة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتطوير السوق وتطبيق أفضل الممارسات العالمية الخاصة بقواعد ونظم وآليات التداول. كما تطرق النقاش إلى بحث أوجه التعاون في مجالات الصناديق العقارية والمشروعات المستقبلية المتعلقة بتأسيس سوق لتداول الحصص العقارية وأسواق المشتقات. أعلنت الحكومة أن قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز النفاذ اعتبارا من الأول من أكتوبر حتى 31 من ديسمبر. وأعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أن قرار حظر تصدير البصل سيستمر لمدة 3 أشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء. وذكر المركز الإعلامي أنه لم يتم إلغاء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي على حظر تصدير البصل، لكن تم إرجاء تنفيذ القرار حتى مطلع أكتوبر للانتهاء من تسليم الصفقات المتفق عليها مسبقا للمصدرين. في أسواق البترول العالمية تباينت الأسعار في آخر التداولات الرسمية، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الانتداد بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 93 دولارا و27 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.5 مئوية لتصل إلى 90 دولارا و3% سنت للبرميل. وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 66% لتصل إلى 3.27 دولارات سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.3% لتصل إلى $2.64 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان انخفض بنسبة 9.5% في الربع الثاني من العام إلى نحو 10.1 مليار ريال عماني، أي ما يوازي 26.24 مليار دولار. وأضافت الوكالة أن الناتج المحلي الإجمالي العماني كان قد سجل نحو 11.1 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.